شهدت محافظة جنوب سيناء طفرة تنموية كبيرة خلال الفترة الماضية في كافة المجالات، حيث بلغت تكلفة المشروعات المنجزة على الأرض في المحافظة خلال الفترة الماضية 10 مليارات جنيه. قد شهدت أيضا مدينة طور سيناء افتتاح مسجد الرحمة الذي يمتاز بطابع معماري مماثل لمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ، يتماشى مع الطابع السياحي الذي تشتهر به محافظة جنوب سيناء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حين تقوم بزيارتك لمدينة الطور جنوب سيناء تستوقفك الكثير من المعالم، منها الأثرية التي تمتاز بطابع تاريخي قديم، ومنها ما يأتي في العصر الحالي ليذكر اسمه في التاريخ الحديث كمسجد الرحمة بقرية الجبيل الذي يسخر بمعمارية وحرفية عالية شبيها لمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ كأنه هو. أشهد أن لا إله إلا الله. صدح الأذان من داخل مسجد الرحمة إذانا بافتتاحه بعد تشييده على أعلى المستويات وتزويده بأحدث التقنيات. افتتاح يأتي بالتعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وأهالي محافظة جنوب سيناء دلالة على الاهتمام بالمساجد والمستقبل الذي استشرفته مصر في كتاب الله آية تعدها بالأمان. افتتاح مسجد الرحمة، هذا المسجد بهذه الصور الرائعة، الحقيقة يمكن ليس المسجد فقط، هذا المسجد شأن مسجد الصحابة من المساجد التي تعلو ثقافيا وفكريا ودينيا ومجتمعيا بالمنطقة. خامس جامع بالجهود الذاتية يبنى في مدينة الطور، وفي 5 مساجد آخرين بنوا بجهود ذاتية أيضا في محافظة جنوب سيناء. افتتاح المسجد جاء وسط احتفالية من القائمين عليه بدو جنوب سيناء ليثبتوا وبحق أن مصر دائما في عبقريتها متسع للجديد، لكنها باتت أكبر من أن يحتويها الكلام. النهاردة افتتحنا جامع الرحمة في قرية الجبيل، وده نموذج فريد من نوعه الثاني من نوعه في الشرق الأوسط. مسجد الرحمة مساحته تشيل حوالي 1200 واحد، واخد بالك، في المسجد وانتوا شفتوا، ومعمول على الساحل، واخد بال حضرتك، وعاملينه بطراز حديث. دلالة تدل ان جاية الوزير ووقفته وسط الجماهير، ده الامن، احنا عايزين ايه؟ ده الامن، ما كناش بنلعب بالامن قبل كده. في اهتمام من الدولة في الناحية الدينية، انه الدين والسياحة الدينية بقت جزء من ثقافتنا، واحنا النهاردة افتتاح الجامع ده بداية، وهيبقى في جامع ان شاء الله اللي هو جامع التجلي باذن الله في سانت كاترين، وهيبقى نسخه معماريه رائعه. ويختتم افتتاح مسجد الرحمه بالدعاء لمصر امنا وامانا كما ذكرت في القران ايات، واليوم هي حضاره وناس وامنيات. من مدينه الطور جنوب سيناء، وليد هيكل، التلفزيون المصريه.